محتاجة انك تلخصي للناس وتفهموهم ايه المدارس المجتمعية دي، عشان مش كل الناس فاهمة المفهوم ده. طيب هو انا هبتدي بس نحط نقطة كده، احنا عندنا مشكلة تصرف في التعليم في مصر شكلها طبعا. يعني احنا عندنا للأسف نسبة كبيرة من الطلاب الأطفال اللي في سن التعليم الإلزامي ما عندهمش فرصة تعليمية. عندنا حوالي 10500 نجا وعزبة وقرية مش واصلها الفرص التعليمية. عندنا حوالي 1.5 مليون طالب في سن التعليم الإلزامي ما عندوش فرصة للحصول على الفرصة التعليمية. جت فكرة المدارس المجتمعية ان هي بتحل مشكلة التصرف من التعليم. عندنا مشكلتين حقيقة، الإتاحة والولاد اللي فاتهم سن التعليم الإلزامي اللي هم بعد 9 سنين، من 9 سنين حتى 14-15 سنة. الولاد دول ما لهمش فرصة تعليمية تانية غير مدارس المجتمع. مدرسة المجتمع ما يعرفوش يقدموا في مدارس وزارة التربية والتعليم، المدارس العادية خلاص فاتوا، خلاص فات الطريق، ما عندوش فرصة تعليمية. واحد عنده 11 سنة أو عنده 9 سنين هيدخل ازاي المدرسة؟ الموضوع انتهى للأسف الشديد. الفكرة المدارس المجتمعية إن هي عملت أو جادت أو جابت حل من قلب المجتمع. الأهالي بتحتضن المدرسة، اللي عنده مكان بيتبرع بيه، عنده دوار، عنده مكان قديم، المؤسسة بتدخل بتوضبه بتهيئه ان هو بقى بيئة تعليمية، او لو حد من المتبرعين من اهل القرية بيبقى عنده ارض، المؤسسة بتدخل بتبني فيها في الارض دي وبتعمل الفصل. الفصل المجتمعي بيبقى بيضم من حوالي من 30-35 طالب، وزي ما حضرتك قلتي في المقدمة هو بيبقى تحت رعاية وزارة التربية والتعليم، والولاد بيبقوا مسجلين رسمين في وزارة التربية والتعليم، والامتحانات بتاعتهم والمتابعة والتوجيه بيبقى بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. الولاد بيتعمل لهم دراسه مكثفه عشان تلحق معاهم الست سنين، تعوضهم بقى تعوضهم اللي فات بالظبط. نظام الدراسه جوه الفصل نظام مختلف، ما هوش النظام الحفظ والنظام العادي اللي ماشي في المدارس العاديه، هو نظام بنسميه التعلم النشط. يعني الولاد هي اللي بتبقى بتقود الفصل، الولاد كل يوم طالب من الطلاب يبقى هو عنده دور بيقوم بيه وبيعملوا انشطه، وانشطه يعني انشطه في الموسيقى وفي الرياضه، يعني الحاله كلها بتحبب الطالب في عمليه التعليم. الحقيقه الميزه في المدارس ديت ان المجتمع هو اللي بيبقى حاضنها، فالناس مش مجبره تودي ولادها المدارس، الناس حابه انها تودي ولادها المدارس، في اقبال من الاهالي، الولاد نفسها حابه انها كل يوم الصبح تروح المدرسه لان هي حاسه المدرسه دي فتحت لهم باب امل ما كانش موجود اصلا. يعني انا لما بشوف الولاد في المدارس بحس ان لا، يعني احنا فتحنا طاقه امل ونور لحاجه ما كانتش موجوده، ما كانش حد هيحصل عليها ابدا. رحمه.